الشعر العربي هاي الأبيات حول مقام الأم. إذا واحد عنده شعر أبدع وأعلى من هذا خلي يعطيني أن يعطي جائزة. اسمع أهل الذوق وكلكم من أهل الذوق. ربي سألتك باسمهن أن تفرش الدنيا لهن بالورد إذ سمحت يداك وبالبنفسج بعدهن. حب الحياة بمنتين وحبهن بغير منه نمشي على أجفانهن ونهتدي بقلوبهن فردوسهن وبأسهن. هذا بيت القصيد هنا. فردوسهن وبأسهن ببسمة منا وأنه. إذا ابتسم ابتسامتك يا الولد فردوس جنة لأمك. إذا ليلة تقول آخ اتئن هذا يصير بأس هذا عذاب للأم. فردوسهن وبأسهن ببسمة منا وأنه سمارنا في غربة الدنيا وصفوة كل جنة. ربي ربي سألتك رحمة. هاي الرحمة الإلهية وين؟ الرحمة الإلهية تريد شو وشو وجه السماء. ربي سألتك رحمة وجه السماء ووجههن. تريد تشوف رحمة وجه السماء انظر إلى وجه أمك. النظر إلى وجه الأم عبادة ومن نظر إلى وجه أمه نظرة رحيمة كتب الله له حجة مقبولة. انظر إلى وجه أمك. الله الله الله. هاي الأم لها مقام 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 عظيم.